هنبدأ ازاي بقى في الديكومبريشن؟ الديكومبريشن زي ما احنا كنا بنقول ان هو مش هيديك مثلا غير اللي هو هيديك التاكس ديت، ويقول لك طلع لي منها الداتا بتاعتك، طلع لي منها الداتا بتاعتك، ومش هيديك بس الديكشنري اللي هو من اول زيرو لحد 127. وانت بقى اللي وانت بتعمل ديكومبريس هتكمل الديكشنري بتاعك وانت بتعمل ديكومبريس، مش مهم. المهم بقى ان احنا هنشوف بقى دلوقتي في غلطة احنا قبل عشان نصلحها، واحنا نعمل ديكومبريشن ان دي هتبقى كام؟ هتبقى 98 الاسكي كود بتاع البي، مش انا كنت عاملها الاسكي كود بتاع الايه، تمام. هي دي بس كانت هتعصلك معانا في الديكومبريشن. طيب بقى احنا دلوقتي اول بقى لما نيجي خالص هيجي لنا بقى الداتا دي كلها، وهيجي لنا الديكشنري. الديكشنري بيبدأ من 0 لحد 127 زي ما قلنا اول حاجة، تمام. 97 دي بقى اول ما تجينا، 97 بتمثل ايه؟ هنشوف في الديكشنري 97 بتمثل ان هي الايه، الايه الاسم هنكتب هنا الايه في الداتا بتاعتنا. طب ايه بقى ال 128؟ 128 دي اصلا مش موجوده احنا مش موجوده عندنا في الديكشنري، بس طالما في حاجه جات لك مش موجوده عندك في الديكشنري يبقى تعمل ايه؟ تاخد اخر حاجه، اخر تاج عندك مع اول حرف فيه. اخر تاج عندك اللي هو ايه؟ اللي هو اصلا الايه، اخر حرف في التاج ايه؟ دي حاجه عامله زي ريكيرجن كده، اخر حاجه حرف في التاج ايه؟ هي اصلا مش موضحه هنا. مثلا احنا ممكن برضو نوضحها، مثلا احنا انت لو عندك ايه بي دوت اخر تاج وصل عندك، فانت بقى لما لو في عندك تاج جالك زي كده مش موجود عندك في الديكشنري وانت لسه ما عملتوش، هتقوم واخده هو وتزود عليه اول حرف منه، اول حرف منه اللي هو ايه؟ اللي هو الايه، هيطلع لك التاج الجديد بتاعك اللي هو مش موجود في الديكشنري، تمام. هي مش واضحه هنا، مش واضحه هنا عشان التاج يا دوبك حرف واحد، تمام. وبعد كده بقى اول لما نشوف بنقوم نعمل ايه؟ احنا بقى بناخد ايه؟ بناخد التاج القديم بلس اول حرف من التاج الجديد اللي هو الايه، ايه هو اصلا إيه عشان نضيفه، واحنا اصلا اول ما بنحصل عليه لازم بعد كده بقى نضيفه في الديكشنري عشان هنحتاجه بعد كده. الديكشنري بتاعنا اللي هو كام؟ يبقى 128 هنضيف فيه الاي ايه، تمام. ال 98 جت قبل كده، ايوه جت قبل كده اللي هي بتمثل لنا حرف البي، حرف البي اللي هو ايه؟ حرف البي. طب هنعمل ايه بعد كده؟ احنا قلنا ايه؟ احنا بناخد اخر تاج ليا مع اول حرف من التاج الجديد اللي هو اي اي بي، اول حرف تاج جديد اصلا التاج الجديد بي حرف واحد، وهنزوده في الدكشنري. يبقى عندنا 129 هيعبر لنا عن الاي اي بي، تمام. طب بقى احنا تاني حرف بقى 98 بيمثل لنا ايه؟ 98 بيمثل لنا حرف البي، بناخد اخر تاج بلس اول حرف من تاج جديد اللي هو الايه، يبقى 130 هيمثل لنا بي بي، تمام. 97 بقى بتمثل لنا ايه؟ 97 بتمثل لنا حرف الايه من الديكشنري عادي، من الاسك كود بتاعنا. طب احنا قلنا برضو بعد ما نجيبه من الديكشنري بنشوف التاج اخر تاج واول حرف من التاج الجديد اللي هو بي ايه، ونضيفه في الديكشنري، هيبقى عشان هو مش لو نشوف عندنا ومش عندنا هنضيفه في الديكشنري، يبقى 131 هيمثل لنا البي ايه. 131 اهي جت لنا تاني، 131 بقى بتمثل لنا ايه؟ بتمثل لنا البي ايه، بي ايه بعد ما نجيبها بقى من الديكشنري على طول. نقوم نعمل ايه؟ نقوم حاطين ناخد اول حرف من ال بناخد التاج القديم بلس اول حرف من التاج الجديد اي بي، يبقى هنضيف بتاعتنا 132 هيبقى اي بي، تمام. 131 برضو جات لنا البي ايه، يبقى نعمل ايه؟ هناخد التاج القديم بلس اول حرف من الباب الجديد، باب من حرف من التاج الجديد اللي هي تمثلنا كلمة باب يعني، يبقى باب، تمام. طب بعد كده بقى ايه تاني؟ 129، 129 بتمثل لنا ايه هنا؟ اي اي بي، تمام. يبقى نحط اي اي بي، تمام. قلنا بقى بعد ما نجيب الديكشنري بنعمل ايه؟ بنجيب ناخد اخر تاج وبلس الحرف الاخير ونزوده في الديكشنري، يبقى عندنا 134 هيمثل لنا بي اي اي، تمام. 132 بقى احنا قلنا بقى بتمثل لنا هنا، هنشوفها في الديكشنري هتلاقيها بنسويها البي الاي بي، قلنا بعد كده بناخد ايه الاي بي اي اي بي، وبناخد اول حرف من التاج الجديد اللي هو اي اي بي، يبقى 135 بيمثل لنا اي اي بي اي، تمام. 98 بقى بتمثل لنا ايه؟ 98 بيمثل لنا البي،
وممكن بقى نحط التاج بتاعها اللي هو هيبقى 136، هيمثل لنا ان هو الاي بي بي اي بي اي بي بي. تمام، طب هو كده هيطلع لنا بقى الكلمة دي بتاعتنا، هيطلع لنا الكلمة دي بتاعتنا اللي هو بعد عملنا التاج. احنا دلوقتي هنشوفها بقى اذا كانت هي بتساويها، بتساوي ال قبل ما عملنا كومبريشن ولا لا، عشان هو اصلا ال ال زد كله لوسلس، ان هو ان احنا تقدر ترجع زي ما هي في الاصل بعد ما بنعمل لها كومبريشن. فدي احسن حاجة فيها، ان لو مش عايز تضيع داتا هنلاقي دلوقتي ان هي اصلا هنلاقيها الداتا هي هي. تمام، طب احنا دلوقتي احنا قلنا الخطوات بتاع ال بتاع اللي اسمه دوت بتاع ال بتاع ال الديكومبريشن. عايزين مثلا نعمل الجوريزم، عايزين نعمل الجوريزم بتاعنا. اول حاجة اول لما بنسيرش في الفين في ان ديكشنري. تمام، بعد ما تسيرش ان ديكشنري هيبقى في عندنا حالتين، لو فاوند او نوت فاوند. تمام، نوت فاوند، لو ما فاوند هنقوم حط هنقوم مثلا هنقوم عامل بوت ات ان ذا داتا. لو not found، لو not found بقى هنعمل ايه؟ لو not found بنجيب اخر بنجيب اخر جيت اخر last dat جيت last tag last tag data plus لو قلنا مثلا ان التاج الجديد new tag اوف زيرو، يعني بنضيف اخر تاج عندنا والتاج الجديد واول حرف في التاج الجديد عشان هيكون لنا التاج القديم. وبعد كده بقى نعمل ايه؟ نقوم ايه جيت ذا لاست، بعد بقى بعد ما نحطه في ال في الداتا اللي عندنا هنعمل ايه؟ جيت ذا لاست، هنقول نفس النظام ده بقى هنعمله فين؟ دوت اللي هو and put this in the dictionary، وهكذا نفضل نعمل كذا ان احنا نشوف الدوت موجود عندي ولا لا. موجود عندي يبقى نحطه، لو بعد ما نحطه هجيت last data دوت هو اصلا موجود عندي فهنفكس من اول element. تاني واحد بقى لما نيجي هنلاقيه not found، not found يبقى نجيب ايه؟ not found يعني جيت last data tag، نجيب اخر تاج عندي بلس اول حرف من النيو تاج، لان هو اصلا النيو تاج ده يعني معناها ايه؟ معناها ان هو اصلا هو هيبقى ايه، او ممكن برضو نقول لاست تاج عشان محدش يتلخبط. تمام كده بقى اللي هي ايه كده الكومبريشن بتاعنا. وبعد كده ريتيرن وان كل شويه لحد لما تلاقي الكود بتاعك، لحد ما تخلص الكودينج بتاعك كله. بس هو ده الديكشنري ال زد دبليو، وان شاء الله حد عنده اي كومنت او اي حاجه يقول لي بس اعمل لايك ديسلايك عشان اعرف بس اذا كان في حاجه غلط عشان لو اقدر احسن من اسلوب الشرح بتاعي. وان شاء الله رب افيد اي حد يتفرج عليا. شكرا، السلام عليكم.